السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته على قناة ثقافة ومنوعات في هذا الدرس الجديد والموضوع الجديد الذي سوف نتكلم فيه اليوم بإذن الله عن طريقة الحصول على صور بجودة عالية في الموقع يبيع الصور. على سبيل المثال، هذا الموقع المعروف والغني عن أي تعريف مجانا من دون أن تدفع أي فلس. فإذا كنت مهتم بالدرس فابقى معي لمشاهدة الموضوع. في الحلقة السابقة لتصميم التيشيرت هذا شاهدت تعليق يقول لي من أين أحصل على نموذج الحفرة أو الهول. فإذا أتيت إلى جوجل وكتبت الهول، خاصة إذا كنت أعمل في مجال التي سبرينج، فإن الموقع لن يقبل الصور من جوجل تكون جودتها متدنية، وذلك لأنه لن يكون القميص جيد في الطباعة. ففي درس اليوم سوف نعلم كيف أستغل صورة من هذا الموقع، أي صورة. سوف أستعمل موقع الفيسبوك في أخذ الصورة، ثم أتي إلى موقع الفيسبوك، أتي إلى هنا وأضغط Create Ads أو إنشاء إعلانات إذا كانت بها اللغة العربية وما إلى ذلك. الفيسبوك تسمح باستخدام صور هذا الموقع، هذا الموقع مرخص للفيسبوك لكي يستخدم صوره. نحن سوف نستخدم ونأخذ الصور على حساب الفيسبوك، سوف نستغل شركة الفيسبوك. أتي إلى هنا ثم أضغط engagement، لا أدري كيف تكون باللغة العربية، المهم engagement باللغة الإنجليزية. ثم أتي إلى page like بهذا الشكل، ثم أضغط Create Ad Account. أتي إلى Format. ما يهمني هنا هي Free Stock Images. أتي إلى هنا، ثم أتي إلى الموقع، وبإمكاني للحرية في اختيار أي صورة أو أي نموذج أو أي شيء. فعلى سبيل المثال في حلقة اليوم التعليقات السابقة أتتني كيف أحصل على نماذج للهول. على سبيل المثال أختار أي نموذج أريده، أختار هذا النموذج. أي صورة في هذا الموقع موجود لها ID خاص بها أو رقم تعريفي وما إلى ذلك. أتي إلى ID الخاص بها الصورة، أضغط Copy أو Ctrl C مباشرة، ثم أضغط هنا، أضغط ضغطة واحدة يسار، ثم أضغط كولي، أختار هذه الصورة، ثم أضغط دون. أتي إلى الصورة بهذا الشكل، ثم أضغط ضغطة يمين، أنتظر فقط لحظات، وأضغط Inspect. Inspect تأتيني هنا الديف ويفتح معي الكلاس. أتي إلى الديف الخاص بالصورة، أضغط هذا الرابط من هنا، أضغط عليه مرتين، فكما تشاهد معي من هنا وليس من هناك. المهم سوف أنسخ الصورة من هنا، أزعجتني كثيرا، كنترول أو شيفت وأنقص في التحديد. على سبيل المثال أين ينتهي الرابط؟ ينتهي هنا. كنترول سي كوبي، ثم أفتح نافذة جديدة وأضغط كنترول في، ثم أضغط انتر. فكما تشاهد معي فأتتني الصورة بكل بساطة، أضغط ضغطة يمين ثم أضغط انجستري لماج سو ديسكتوب وتوداي. فأنا لم أحدثك عن أمر، فإذا أردت أن تعدل على الصورة وتريد أن تنزع هذه الكتابة الخاصة بالموقع والعلامة الإكس الخاصة بالصورة بالفوتوشوب، فحاول كيفما أردت وكيفما كنت تريد، فأنت سوف تحصل على صورة فاشلة لن تستطيع التعديل عليها وتظهر بشكل احترافي. سوف
تبقى أثر التعديل مهما كنت بارع ببرنامج الفوتوشوب. ولكن في هذه الحالة أنت حصلت على الصورة مباشرة من دون ذلك الإزعاج، فحصلت عليه مباشرة كما تشاهد معي هنا في الصورة، حصلت عليها من دون ذلك الإزعاج. فقط هناك نقطة نسيت أن أذكرها، هو أنه يجب عليك أن لا تعمل في هذه الصورة أو تستخدمها إذا كنت تعمل في مجال الأدسنس على سبيل المثال يوتيوب أو موقع أو أي شيء من هذا القبيل، لا تضعها على غلاف الفيديو في اليوتيوب من الأحسن. ففقط في التيسبرينج فأنت سوف تطبع القميص وستبيعه ولن يكتشف الأمر، لكن إذا أردت أن تضع هذه الصورة في مجال عمل على الويب فيما يخص الأدموب تطبيقات الموبايل أو ما إلى ذلك، فسوف يكتشف وتكتشف الصورة ويعرفون بأنك لم تدفع ثمنها، وسوف تتعرض لمخالفة فيما يخص حقوق الطبع والنشر. فهذا الدرس موجه خصيصا لمن يعملون على مجال التيسبرينج خاصة. إلى هنا تكون حلقة اليوم وموضوع اليوم قد انتهى. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء. أتمنى من صميم القلب إذا أعجبك الموضوع أو أفادك أو قدم إليك معلومة أن تدعمنا بالضغط على زر لايك، تعليق على الفيديو لتدعمنا لننشر المزيد، وتشترك في القناة إذا كانت هذه أول مشاهدة لك لفيديوهات قناة ثقافة ومنوعات.